ها هي ها كيما راكم تلاحظوا ها هي. مساء الخير عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. سمحوا لي على الصوت، راني مريضه البنات بصح راني نحاول ندير معكم الوصفه تاعي، معليش تستاهلوا كل خير. بسم الله نبدا على بركه الله. عندنا شوفوا عندنا كيما نتوما تبغوا ديروا، ديروا 4 كيسان تاع فارينه بالنسبه للمبتدئات. انا ندير 4 كيما هكا راكم تشوفوا 4. انا عندي هذا نعبر به كل شيء، تعرف الفرينه ونعبر به. عندي مغرف كبيره تاع خماره تاع الخبز، ها هي مغرف كبيره تاع خماره تاع الخبز، وعندي مغرف سكر، وعندي الملح. كل واحدة عينها ميزانها، كل واحدة عينك ميزانك. ها مغرف صغيرة تاع ملح، مكترولهاش قبل نديرو لي فخوماج وكاع باش متجيناش مالحة. ونديرلها مغرف ونص تاع لحظة، هادي مغرف ونص تاع لحظة. نخلطو النواشف كيما هاكا تشوفو هاكا، نخلطو المغرف نخلطو مليح النواشف كيما تلاحظو. هكذا كيما تشوفو نخلطو مليح النواشف، ونبقى نزيدو الماء بالتدريج. الماء نبقى نزيدو الماء غير بشوية، هكذا نزيدو الماء غير بشوية. تبعوني خطوة بخطوة باش تعرفوا السر تاعها، باش تخرج بنينة، تخرج مليحة، ما تخرج الماش لاباط يابسة كيما راني ندير. نزيد لها الماء، هذه هي شوف العجينة تاعنا. هنايا نزيدو لها الزيت، حوالي 3 مغارف كبار تاع زيت. نغسل يدي نقول لكم كيما راكم تلاحظوا. شتو راه تشوفوا، خليوها هو السر تاعها تقعد كيما هكا شويه، تقعد هكا تلصقنا في اليدين. كيما هكا نبقاو نديروها كيما هكا. شتو كي راه تلصق البنات، خليوها تلصق في اليدين. شنو نخليوها، نعاود نردوها ونخليوها تطلع.
دايرت على صوص تاعنا. كيش نديرو؟ عندنا جوج حبات طماطيش كنت وسطين الحجم، وعندنا نص حبه بصله، وعندنا سنيف ثوم. هاهو هاي حبت، هاهو راس تاع ثوم. هادو واش نديرو لهم؟ نجيبو اشوار نديروهم مليح، نطحنوهم مليح في الاشوار، ولا ما عندهاش اشوار نورمال دير شويه ما ودير معاهم، ديرها بالميكسر. معليش نسهلو على بعضنا بعض، انا غادي نديرهم في الاشوار، نعاود نطحنهم مليح، نعاود نولي معاكم. وهنا شوف حبيباتي، هنا درت جبت كيبو مقله ولا كاسرونه ولا حاجه، ندير فيها شويه زيت. وها هو هاي الطماطيش، والطماطيش البنات انا قبل ما نطحنها قلعت لها هذوك الحبيبات تاعها، خليت تدور الطماطيش بها والقشور تاعها والزريعه تاعها قلعتها، هذيك زريعه الطماطيش قلعتها. ونعاود نعاود نقول لكم، ودرت نص حبه تاع بصله ووحده ثوم، غير سنيه في راس تاع ثوم نقولوا. ها هما كيما درتهم بالاشوار، نخليهم هنايا تتجمر غايه. ودوك نقول لكم المكونات اللي غادي نضيفها معاهم، كيتجمر لي دوك زيد معاها واحد المكونات. ها هي نزيد لها هنايا مغرف صغيره تاع طوماطيش تاع القوطي، شفتوهم من بعد ما تجمرت لنا، نزيد لها مغرف صغيره تاع طوماطيش تاع القوطي. نزيد لها مغرف صغيره تاع السكر باش ما تجيش حامضه. نزيدوها نزيدها الزعتر هاكا، نديرلها شويه ملحه، هاهي من بعد ما طيبناها نمشي نديرها في طبسي ونخليها تبرد. كي نوجد البيتزا العجينه كي تطلع تخمر لنا مع بنوليو. هاهي العجينه تاعنا، ها هي من بعد ما ريحت، ونبقاو نديروها في المعاد. ندير نقسمها، ها هي نجيب كما راكم تشوفوا نقسمها على ثلاثة. نزيد ندير شويه فرينة باش نحلها مليح، باش نبقاو نديرولها كيما هاكا بيدينا، نسيو نحليوها دائرية بيدينا كيما هاك. نجيبو الوراق ونورقوها، نجيبو الوراق كيما راكم تشوفو نورقوها، شوفوا هكا شتو كي هاد الجبد ها شتوها. شوفوا ما تشوفوا
انا ها هما لي بلاصه تاع البيتزا، ها هما لي بلان. غادي ندير الحساب تاعها ابل في شعال ونلا هذوك الزوائد هذه العملية. ها كيما راكم تشوفوا ها ديبوها بكل سهولة. ها هنايا شوف نزيد العمل معاها شوية باش نديرها على حساب ل ندير هذا و هادوك القنات اللي بقاولي دوك نعمرهم البنات بالفخوماج باش هاهي نجيب البلاط تاعنا تاع بيزا. هاهو نضبط شو ندير كيما هاك كيما راكو تشوفو ونحطها هنايا. نصفوها غير بشوية ها نبدوها بالوراق. هنايا نزيدو نعدلوها نديروها دائرية. ها نكمل معكم هادو نجيب فرشيطة نتقبهم هاكا غاية مليح. كما راكم تلاحظوا تسقطتها مليح عليكم. ها نجيب لاصوص تاعي. ها هي لاصوص من بعد ما عبدت لنا عندي درت لها شويه ملح ودرت لها شويه زعتر غادي نديرها هنايا غادي ندير كيما هكا شوفوا باش تشوفوا مليح هاك غادي ندورها كاع على البيتزا ندورها كاع على البيتزا كيما هاك Thank you.
هاهي شوفوا والزوجة. أنا هو كان عندي شوية سكالوب، كان عندي شوية سكالوب، ها هو بغيت ندير نص سكالوب. هاد البارح درت واحد لي ساندويتش صغار، واحد الخطره الجايه ان شاء الله نشارككم معاهم. كان باقي لي شويه سكالوب ما بغيتش نضيعه، درتها هنايا في هاد البيتزا. ها درت هنا شويه سكالوب شويه فيون داشي، انا نبغيها بالسكالوب. وها هي وهنايا ها هو الفرماج هذا شيدار، ها نديرها من الفوق. ربيته. شوفوا انا شنو ندير، كندير الفيون داشي ندير الفرماج غير شيدار ونديرها في الكوشه طيب غاية. هذيك الكفته كي طبنا الكفته عاده نزيد لها كوده وغوير، كل وحده وكش تبغي تزيد لها فرماج. كان اللي ما عندهاش معليش دير غير اللي عندها. ها هو انا هو الفرماج درت هذا، ندير شيدار، ندير هذا الاحمر، الشيدار الاحمر، ندير الكفته ونديرها فوق هذا. كي طيب لي الكفته نجبدها عاده نقدي العفو سمحوا لي، عاده ندير الكبيه والكوده نعاود نخليهم يزيدوا يذوبوا. ها هي نديروها في الفرن دوك طيب لنا، نعاود نخرجها باش نزيد لها فرماج كوده وكبيه. راكم تشوفوا ها هي هنا راني عاود ترابيتها، وراني درت هنايا رابيت هذاك شيدار وزدت درت كودا، ها هو كودا وها هو شيدار، زدت رابيت منها شويه، نعاود نزيد نحط فوقها، نزيد نحط هكا. كما راكم تشوفوا هكا ندير، نزيد نجيب انا يا غير نشري هذا، نشري هذا ماشي غالي بزاف، يدير غير 47000 ويقدمني، نديرها هنايا في لي ساندويتش، نديرها في كل شيء يقدمني. ما في الاستعمال ساعه يغبنيش، هاري كو يجي كيما هكا دي ترونش الاستعمال تاعها. شوف ندير غير كيما هكا الكغيير، يطلق واحد البنه شابه في بيتزا في لي سالي في كل شيء، يطلق بنه شابه في الكغاتان. ندير كيما هكا هاك تشوفوا، نجيب حبيبه تاع زيتون زيتون كما راكم تشوفوا هكا ها هي، ونديرها في كوشه، ديرها غير شويه بلا ما كوشه عندنا طايب غير بلا ما باش تزيد يذوب لنا هذاك الكغيير وكوده، ونجبدها البنات ونوريها لكم في طبق التقديم ان شاء الله كي جات النتيجه النهائيه البنات تاع البيتزا. ها هي نشوف نقسمها معاكم باش تشوفوا. ها هي كيما راكم تلاحظوا، ها هي شوف كي جات، ها هي شوف كي جات لاباط تاعنا، تجي خفيفه وتجي شابه سيوها. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردولي الخبر بالكومونتير ان شاء الله. ها هي البنات تجي بيتزا ما شاء الله خفيفه، سيوها ومع السلامه، خليتكم بخير، ماذا بكم تخليو لي كومونتير وجام وتدعموا لاشين تاعي. مع السلامة وصحة فطوركم البنات، باي باي.